الحقيقة أقول لعب مايكل رول أولا إحنا قلنا لويجا على 2015، والحقيقة بصحة صالح الماجي وعدة ثلاثة كانوا يلعب في البطولة السابقة. اسم لاعب لاعب مثالي محترف، لاعب يعرف باسكيت وميزي ويعرف شي صوت. كي جانا لتونس بلاش سكرتو وخلص ولدي جات، دونك فهمتني فنيا عنده إضافة كبيرة، إضافة كبيرة، حب البلاد هذه ولاعب محترف ربي يعاون. لكن اللاعب هذا ديما بوليميك صاير عليه وين يجي للمنتخب أكيد بسبب انتمائه الحالي لنادي مكابي تل أبيب الصهيوني أكيد، فما حتى لو مع الجامعة بسبب دعوته للمنتخب. أنا أقول في الرياضة ما نخلطوش، أنا هلا يلوم علينا كان هو جاي لاعب في بلاصة علاه يلوم كان في صالح الماجي ما لعبش لعب على ريال مدريد على خاطر هذا أجنبي وتجنس وحب تونس، علاه ما صارتش بوليميك قبل. دونك ثانيا خلونا الرياضة رياضة. صالح ما انتماش معناها لا لا عايش كنت مش يلعب عايش، هذه الرياضة ما فيهاش تخطأ. دونك وأنا كأولمبي تونس مصحب في الأمم المتحدة الرياضة ما هي السياسة، لو يعمل في السياسة ولا يعمل في الشهر. دونك بطل روبا هو ربي يعاونه وظهري باش ينقل فريق كبير، هذا إنسان لاعب محترف لا برا نشوفه فماشي نهار حكي أمريكا ولا حكي تونس. إنسان يعرف كان لاعب والميزيك ولاعب مثال 2015 قول له يجا وغدوة كلب سوقه قول له برا روح اش معناه. دونك احنا يظهر لي في التربية متاعنا وتنازم ماشي يجا اليوم وبعاد على السياسة. انا لا ننتمي لحتى حزب، ننتمي لتونس ربو تونس دفع ربو تونس واخذ الجنسية التونسية كده اعتبر ولد.